سفيان بن فرحات أول حاجة مرحبا بك على موزايك. عايشك مرحبا مرحبا بموزايك. بعد المنفى في 2005 بعد عسكر الليل 2019 عمل مسرحي جديد ولكن أوبيريت على السيد درويش، علاش اخترت الاختيار هذا على السيد درويش؟ أولا لأنه بمناسبة مرور 100 سنة على موت السيد درويش. نولي بن عائشة كان عنده فكرة أنه يعمل عرض موسيقي، قلت له أنا لا نعمل أوبيريت خاطر هو اخترع الأوبيريت خاصة في العالم العربي قبله هو ما كانش موجودة. إي دونك عملناها أوماج للسيد درويش. ثانيا حبينا نفهموا العباد وانه السيد درويش ماهيش كان اغاني صباحيه، ثم معاني ثم التزام بقضايا وطنيه بقضايا اجتماعيه وكذلك التزامات استيتيقيه جماليه لانه هو عمل التقطقه وكذلك الموت نتاعو المستربه على ما يبدو مات على يد الانجليز اللي اغتالوه. هذا يمكن اللي شفناه سفيان، فما كانت رسائل شفنا صحيح جانب تاريخي حاولتوا كمان توصلوا لنا معلومات على السيد درويش يمكن العديد يجهلوها، ولكن الجانب الموسيقي طغى على الحكايه وهذا نتصور كان مقصود منكم. اكيد جدا اون اوبيريت سي ان سبيكتاكل ميوزيكال موش تياترال كيما الاوبيرا ولا كيما الكوميدي ميوزيكال، اما كذلك تبقى فيه معناها مشاهد دراميه رقحيه وفي مشاهد كوريغرافيه. دونك هو كي تجي تشوف لوبيريت سان جور ميوزيكال بلوتو كو تياترال، اما يقولوا تياتر ميوزيكال توا ميوزيكال يسموه في امريكا اللي يعملوهم في برودوي. دونك احنا خذينا 22 اغنيه في المشهد بكله، منهم اثنين ماهمش تاع السيد درويش وهي اغنيه سجد ويراح اللي هي رثاء بينما التونسي السيد درويش لقيناه في جريده عام 1923 في جريده الزمان، وكذلك القصيده الاخيره اللي كتبتها انا السيد درويش والنبض الخالد ولحنها السيد نور الدين بن عاش. اما خذينا ال 20 اغنيه الاخرين كل نتاع السيد درويش وخدمنا عليهم وحاولنا نخدموا في المود نتاع وقتها، معناها الطبقه وال حتى معناها الموسيقى انا هو ثم حاجات غناوها من بعد وكي اونتي روبريز احنا خذيناها كما غناها هو كما البحر بيضحك ليه باغ اكزومبل. هذا هو سؤالي سفيان، كي نشوف انا الديكور اللي صار الكوستيم اللي موجوده والحكايه كي نتبعوا كونه يجيهم خبر موت سيد درويش، ففي اي فتره من الزمن نحن موجودين وهما اصلا الشخصيات هذوما شكون بخلاف ان عرفنا مثلا بيرم التونسي، ولكن فعلا شنو هو المقصد من المشاهد هذه؟ هو بيرم هو عام 1923 وصل في جريده من خبر موت سيد درويش اللي مات 15
سبتمبر. دونك الحكايه صارت في سبتمبر 1923 في مقهى في باريس. وقتها بيلم التونسي كان في المنفى في باريس. دونك شخصيه اخرى خلقنا احنا شخصيه نينو وهو اسكندراني، لان اسكندريه بلد كوسموبوليتانيه كوسموبوليت. دونك نينو اللي عملها محمد سعيد هو شخصيه مازال كيروح من اسكندريه باش يكون شاهد عيان وصاحبه كان يتبع فيه. وشخصيات الاخرى لاموم، ثم طفله امراه كانت اسمها لاموم تشطح في المولان روج، ولينا خذيناها احنا لاموم هذيك وتونسناها اللي سميناها الغشيره اللي هي عايدة فرح. والاخرين هما لي ديفا اللي اداوا بيان سور. حاولنا مثال منجيه الصفاقسي عملت شخصيه حبيبه مسيكه اللي هي اول امراه غنيت زوروني كل سنه مره، وكانت صديقه سيد درويش وصديقه بيلم التونسي. دونك غنيناها في الطبقه بتاع وقتها زاده، فهمتي؟ خذينا معناها الطبقات وحتى البحور نتاع وقتها ولا الانغام ولا نتاع وقتها. دونك الشخصيات بوعلام موجودين مقاهي عربيه في فرنسا، وبوعلام هو صديق بيلم التونسي وديما يجيه وديما يحكي له عليه. دونك هو ولا متاثر به من غير ما يعرف السيد درويش من غير ما يشوف. دونك يحكي عليه حاجات لانه يقول له يا ما حكيت لي عليه يا سي بيلم نشرب بزاف ولا انتم وياه كذا وكذا. دونك ديما يحكي له عليه هو. وانت شخصيا متاثر بهذه العوالم سي سفيان، كي نشوفوا كيف المسرحيه اللي فاتت كي نحكيوا عليها اللي كانت في 2019 كي نحكيوا على كوميدي ميوزيكال، كانت فما زاده شخصيه حبيبه مسيكه، كانت فما الموندو هذه وكانهم الاقرب لقلبك نقولوا احنا. انا والله الادوار وغيره نحبهم ياسر اكيد جدا. البريود نتاع لي زاني فور هذيك معناها العشرينات وانت جاي ولا بدايه القرن العشرين تعجبني ياسر، لانه سيد درويش مات عام 1923 وعمره 31 سنه، لكن هو اللي عمل الموسيقى العربيه الحديثه لعبد الوهاب لعبد الحليم لمحمد الموجي للقصبجي لغيره. وعن بعد خذوها لحابنا لا والله تاملوا عليه، هما ما يحبوش يحكيوا عليه، لكن هو عاود معناها لحابنا عاصي لحباني وخوه معناها منصور، وكذلك فيلمون وهبي الي شويلي عديد الاشخاص عملوا هذا. هذا الكل مهم جدا. انا نحب هالبريود نتاع لي زاني فور اللي هي سنوات اسست القرن العشرين وكان فيها اللي يسموها التوانسه الزمن الجميل. كان نشوف حتى لافيش تو احنا عندنا شاب اسمه حمزه قلمامي عملنا لافيش، عملنا افيش كما قبل، كل شيء عملناه كما قبل، وحاولنا ناخذوا في الديكور دي زيليمون تاع البيلود هذيك وفي اللبسه او غيره ونصوروا مشاهد حتى مثال تعذيب الفلاحين اللي كانوا هزوم الحرب العالميه الاولى هذيك يا عزيز عيني ولا سيبوني يا ناس، خذيناها من وقتها وشفنا ياسر معناها افلام وثائقيه وحاجات وغيره باش خدمنا عليهم. كان عندنا خيار باش نعملوا دي بروجيكسيون، بعد قلنا لا خليها هكا خير زازا كبيره وفيها مراوحه بين المسرح والسينما وكذلك المغنى المسرح والرقص والمغنى، وهذا اللي صار الحمد لله. سي نور الدين اول حاجه مرحبا بك على موزايك. مرحبا، تحية ليك. والفكرة كانت أنت وسفيان بن فرحات باش يمكن أوماج تكريم في مئوية السيد درويش. خلينا مع الجانب الموسيقي لهذا العرض، كيفاش تم التنسيق؟ كيفاش اخترتوا الأغاني؟ سورتو زاد كيفاش تم التنسيق بين الأغاني والمشاهد اللي حاولتوا توصلوهم ولا الرسائل اللي حاولتوا توصلوهم من خلال العمل هذا؟ في البداية مرحبا بكم. هي في البداية كانت الفكرة نتاعي باش نقدم عرض موسيقي، ولكن لما اتصلت بسي سفيان اللي هو صديقي وخدمنا مع بعضنا قبل العسكر الليل وصديقي من زمان، قال لي اصبر شويه راهو عندي فكره بتاع نص ونجموا تكون هذه اوبيريت ونقدموها في حله مخير. فانتظرت وكان النص يعني ما شاء الله عليه متروز بماء العين، يعني كان نص جميل جدا. خلاني نغير يعني الاغاني على حسب الاحداث اللي كتبهم وعلى حسب المده الزمنيه وعلى حسب يعني الاغاني السائده يعني في العصر هذاك عام 1900 من 1917 حتى 1923. فكانت يعني قمت ببحث واكتشفت سيد درويش من جديد، كاني معناتها نسمع في اغاني ونسمع في نسخيلها وناس اخرين، ولكن طلعوا في الاخر يعني كي تسمع القدود الحلبيه تقول هذول نتاع سوريا هما الاصل الاصيل والمنبع نتاعهم السيد درويش. فكانت يعني اختيار الاغاني على حسب الاحداث والحمد لله ربي وفقنا. وبعد
قمت باختيار الأصوات سوبرانو، لأنه في المسرح يجب تكون أصوات سوبرانو وأصوات تبلغ وأصوات يعني تغني على حسب الطبقة يعني المسرحية والطبقة الأوبيرالية، وأوبيرات يلزمها يعني غناء يعني خاصة أغاني سيد درويش أغاني ثورية يعني، دونك يلزمها قوة وجأش يعني وأصوات يعني. والحمد لله رقيت في موجيه الشاقسي، في مسي منظر يعقوبي، في جميلة حقي من الأصوات اللي لباوا يعني رغبة الأوبيرات يعني، وكان العمل والحمد لله.